جائزة الملك سلمان المحلية. المتسابق في الفرع الأول إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عسيري من منطقة عسير، والمرشح من الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أَلَا
نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. حسبك. اقرأ من قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وهارون ويوسف وهارون وسليمان وأيوب وموسى وهارون. استمع. اسمع. ومن ذريته داود وأيوب استمع استمع وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك
السؤال الثالث. اقرأ من قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم
فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم بما كانوا يعملون. السؤال الرابع. اقرأ من قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فنبذناه. فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم كاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. السؤال الخامس. اقرأ من قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا الله هم المفلحون. جائزة الملك سلمان المحلية.